مرحبا. السلام عليكم سيد المشاهدين، فهمتني انا الوضعيه نتاعي، فهمتني الوضعيه نتاعي، ولدي باش يعمل عمليه بسيفتي، انا عندي كرني الابيض حاصلو فني ما وصلوش، عملوا له حتى نتيجه، قالوا له العمليه فني تتكلف برشا فلوس فني تتعمل له البرة. شنو عملت ولدي؟ الانوثه والذكور بحذا بعضهم، فهمت؟ حاسلو فهمتني ما وصلوش، عملوا له العمليه فني بسيفتي، وريتهم الكرني الابيض وعندي فهمتني خمسه صغار نسكن في براكه الامال ذو يعلم بيه كي ربي، فهمتني العباد تعاون فيا فني تجيب لي في الشقه الفطر كل يوم. قداش عمره ولدك؟ مشي موجوده امهم، مشي موجوده فهمتني، خلت لي طفل عمره شهر فهمتني نكوش والرضع والرقد فهمتني، وانا اللي قايم بهم الكل. مش معاك مرته؟ مشي معايا مرتي، مشي معايا، مشي معايا، عندها تو فهمتني قريب ثم تسع سنين فهمتني، مرتي ما ثمياش تسع سنين، مرتي ما ثمياش، انا فهمتني نكبر في ولادي كل شيء يعني بيه كار. خلت لك بلاي؟ خلت لي خمسه صغار. خمسه صغار؟ خمسه صغار قايم بهم وحدي، حتى كي مش نمشي فهمتني شنو نشتي معايا باش يعاونوني على قضيه فهمتني لولادي، باش نوكلهم فهمتني، لا يعطوني لا حرف لا صرف. يقولوا لي ولدك، نرجع لموضوع ولدك، تو حاليا قداش عمره؟ ولدي تو عمره تو فهمني 14. كي هزيتو للطبيب ما قالكش وخرت شويه على العمليه ولا مزيد؟ الدوسي نتاعو فهمني في حبيب ثامن فهمني، خزرت لي فهمني مدام صدام بنت سعدون، قالت لي فهمني العمليه نتاع ولدك فهمني باش يقيم بها، انا فهمني ومدت لي جواب وهزيت له حبيب ثامن، دخلوه لي فهمني بنجوه، خرجوه لي كيما هو مبنج فهمني، ما وصلوا عملوا له شيء. قلت لهم علاش هكا الطفل هكا مبنجين وفني ومخرجين وفهمني مبنج وفني وما عملت له شيء، قالوا لي راهي العمليه نتاعو راهي صعيبه ياسر فهمني، راهي تتكلف بلاصه باش تعمل فيها العمليه، ثم خمسه سته عمليات فهمني في البلاصه هذيك. ما عرفوش رواحهم هما قبل ما يبنجوا؟ ما عملوش تحاليل؟ ما عملوش المفروض يعملوا تحاليل الكل قبل ما يبنجوا؟ ما عملوا له شيء، دخلوه لي مبنج، خرجوه لي مبنج، ما عملوا لي شيء. قالوا لي عنده تشوه هو خلقي؟ عنده تشوه خلقي اللي تخلق، عنده تشوه خلقي. انت كيفاش عرفت هو ولد اكثر من طفله؟ لا لا وليد مصلي على النبي يا وليد فهمتني، تبارك الله عليه، ولدي يجري ويلعب مع ندادو، اما الحاجه الواحده يتقلق منها فهمني، انا ندخله للتواليت وانا فهمني كل شيء قايم بولدي فهمني، انا فهمتني يبدا يعيط لي فهمني يا بابا فهمني، الحجر يبكي فهمتني، الحجر يبكي فهمني على جال ولدي فهمني، انا ندخله لولدي فهمني التواليت فهمتني، وبك الحاجه هذيك فهمني اللي هي في بدنه فهمني راهو تعب منها بالكدا بالكدا، زاد كلموني برشا حاسيلو فهمني، جتني عباد فهمني توكل فيا فهمني وتوكل لي في ولادي فهمني وكل شيء فهمني، وقالوا لي تو نكلموك بالتليفون وجو صوروا فهمني وعملوا لي تصوير في الدار، وانا في حاله خطيره فهمني 15 يوم وانا نطيش في الفريش، والعباد تجي تطل عليا فهمني ما وصل لي شيء، حتى شيء ما وصل لي، لا نمر ولا واحد كلمني ولا مد لي واحد يد المساعده، حتى كي باش نمشي شو اجتماعي ونحكي على حكايه ولدي، حتى واحد لا يعطيني لا حرف لا صرف. اليوم عندك دوسي نتاع ولدك، معناه طلب عاجل انه لازم يعمل عمليه نتاع التشوه الخلقي اللي عنده. يرحم والديك، كان عندي بنتي ضاعت لي من القرايه عمرها 16، ضاعت لي من القرايه ولدي فهمني، ضاع لي من القرايه عسلوا فهمني، انا قايم بهم انا ولادي فهمني يعني بيك يا ربي فهمني، يهزم كيك القطوسه في فمي فهمني، معناتها فهمني ما حابش نضيع اولادي فهمني، اللي هي كونها امهم ضيعتهم، انا راني ما نضيعش ولادي، هو فهمني تو فهمني تونس كامله تعرفني فهمني، والفيديو فهمني تنشرت في كل البلاد فهمني، كل شيء اي واحد يتفرج فيه الفيديو نتاعي انا فهمني، واللي باش يمد يد المساعده وباش يوصل يمد لي يد المساعده فهمني، يجي يخزر على عينيه فهمني، وعلى خاطر فهمني نسكن في براكه لا ماء لا ضوء، تصدقني والنبي محمد، والنبي محمد واني نحلف واني صايم على ريقي فهمني، لا ماء لا ضوء، الماكله ناكل فيها من عند العباد فهمني، ولكن واحد قدم لي فدني يد المساعده فدني ومد لي حاجه، الله يرحم والديه وربي يبارك له في صحته. بي سامحني نحب نحكي معك تفاصيل خاطر موجعه شويه. خلينا مع ولدك تويكا، شو يقول لك؟ يقول لك بابا لازمني نعمل عمليه اليوم، يقول لك قبل غدوه. ولدي شو يحسه؟ ولدي مصدوم، ولدي مصدوم، حتى مع ولي مع صحابه يبدو ساعات فهمني، يجيني ولدي يبكي، بابا ايش بيك تبكي؟ يقول لي راهو وجعني هذاك بكلمه، الاخر وجعني بكلمه، ليه بابا انت بابا سوا لاباس الحمد لله فهمني، سمك الحكايه هذيك فهمني تو رجلوها على قريب فهمني، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فهمني ولاد الخير برشا فهمني، ما ثمش ما يجيني تليفون فهمتني تو نداوي ولدي. كيف عمليته؟ قالوا لي فهمني ثم فهمني من 90 ل 100 مليون. اكد ما انا اطلب من الناس فيفا مباشره انهم يعاونوك بحكايه ولدي. هزيت وحاسيلو فهمتني مدام صديم بسعدون ما عملت لي شيء، لكن هي باش تتفرج شويه فهمني وتخزر فهمني،
ما عملت لي شيء، مدت لي جواب هزيت له الحبيب ثامن فهمتني، ما وصلوا عملوا له حتى نتيجة، حتى نتيجة ما وصلوا عملوها لولدي. وأنا تعبت فهمتني، صدقيني فهمتني، مرضت بالسكر، الدوايات نستعمل فيها في الدار فهمتني، الحالة فهمتني اللي أنا فيها تو فهمتني، نمشي حكاية متر وفهمتني يلزمني نقعد ونرتاح. مريض أنا سنوني تحت، مرضت بالسكر على غال، سكر فهمتني، عمل فيا على جال ولادي. باش نقول لك حاجة، قداش أعمارهم هما؟ أعطيني أعمارهم. مريم بنتي عمرها 16، بنتي عمرها 16، ولدي عمره 15، الطفل فهمتني عمره علي عمره 9 سنين. سيف ولدي فهمني اللي هو فهمني الكون وفهمني اللي كنت نحكي عليه تو فهمت، اللي كنت نحكي عليه تو اللي باش يعمل عملية فهمني، عمره 10 سنين فهمتني. محمد امين عمره 14، انا صدقني فهمني قايم بهم وحدي، حتى واحد بمد يد المساعده ولا واحد وصل جاني وفهمني وشاف الوضعيه نتاعي في الشتاء مغروق وبرشا حالات. شو عندك من عام في البراكه ذي؟ عندي تو فهمتني قريب 6 سنين، جو صوروني في البراكه فهمني وشافوني نعيش لا ماء لا ضوء، صدقيني وني بمحمد فهمني حناش نلقاه في الفرز زعمل يضرب لي طفل ولدي، الا ما جاء واحد حديد الله يرحم والديه فهمني يسكن بحذايا فهمني خرج ولا حناش وقتلوه البر، نلقاه حاسيلو فهمني تحت الكوبيرتا، لكن وصل ولدي فهمني عمل لك ايه طلع فوق الفرش فهمني راهو ضربه فهمني راهو. موضوع مرتك غامض، كيفاش اختفيت؟ اختفيت ما نعرفش عليها مرتي فهمني شنو فهمني الوضعيه نتاعها فهمني، وعلاش هي فهمني تركت الصغار فهمني، وعلاش مشت. سمعت هي حيه؟ مازالت حيه عايشه؟ هي كلمتني بالتليفون وبعدش فهمني قص جمله واحده. حنش على الصغار؟ كلم جمله والله جمله. مهما كان السبب لكان مريضه ربي يشفيها، هي لكان تسمع فيه فهمني ومريضه فهمني نورمال فهمني، خلينا ندواها فهمني وخليها ترجع من مستحق وليداتها فهمني، تصدقيني فهمني لكان تمشي تشوف الوضعيه نتاع اولادي كيفاش عايشين في الدار فهمني، اولادي يعيشوا ما غير ام، انا الام وانا البو وانا قايم باولادي الكل. تزوجت شا؟ مستحيل مستحيل مستحيل. قداش عندك تو انت وحدك معاهم؟ ملي عندي ولادي ملي مشيت عندها تو 9 سنين. خلت ولدها بيبي؟ خلت بيبي عمره شهر، خليته عمره شهر فهمني، انا نكوش وانا الرضع وانا الرقد وانا كل شيء نعمل فيه فهمت، انا ساعات كي نخرج فهمني ثم جرى الله يرحم والديه نوصي ولادي فهمني على الجرى هذيك فهمني باش تلهي لي بك الطفل اللي باش يعمل العمليه فهمني، على خاطر ما ينجمش وحده يدخل التواليت يبدا يتوجع فهمني في التواليت فهمت، انا صدقيني فهمني نهبط تو فهمني على جال فهمني باش نلم لهم شويه دبابز وشويه بلاستيك فهمني، شويه دبابز وشويه بلاستيك باش نوكل ولادي باش نعيشهم فهمني، ما نخليهمش يتذلوا قدام. كنت تخدم انت؟ والله كنت نخدم بالنية يا غالب فهمتني، ما زهرت ليش فهمتني ومرضت و... البلاصه البراكه؟ البراكه حي شلبي طريق وشان. باهي نعطوا رقمك بالله باش للناس اللي تتعاون، رقمك هو 53 156 594، 53 156 594. وربي يبارك لهم ويرحم والديهم، وسيد المشاهدين قاعدين يفرجوا فيا ولا يبعث حاجه فهمتني، الربي سبحانه فهمتني والله يرحم والديهم، والله يرحم والديهم، واللي قدم لي يد المساعده فهمتني الله يرحم والديه وربي يبارك له فهمتني وربي يفرج عليه فهمتني، وان شاء الله اللي نتمناه هنا نتمناه عند برشا عباد والدنيا. الله يرحم والديك.